من حوالي 11 سنة وبالذات سنة 2011 كان إجمالي الدين الخارجي على مصر حوالي 34 أو 35 مليار دولار، والنهاردة وصل إجمالي الدين الخارجي على مصر لأكثر من 157 مليار دولار، يعني زيادة في المستوى الديون وصلت لأكثر من 4 أضعاف. سؤال هنا بقى، وإحنا وصلنا للنقطة دي إزاي أساسا؟ والرقم الكبير ده هو فعلا كبير؟ يعني بعرف منين هو كبير؟ وإيه هي المشاكل اللي ممكن تيجي من ارتفاع الديون؟ وهل ممكن يجي يوم ونسدد كل الديون اللي علينا؟ ويبقى مصر معلهاش ديون خالص؟ وليه دايما بنتجه لصندوق النقد الدولي عشان نقترض منه؟ زي اخر قرض اللي اتوافق عليه بقيمه 3 مليار دولار، حلقه مخصوص عن الديون المصريه، فانا مش عايز منك حاجه غير انت عارف يعني قهوه معتبر محترمه كده، ولايك على الفيديو لو عجبك واشتراك على القناه. احنا الحمد لله يا جماعه قربنا نوصل ل 200,000 بجد يعني، فشد بقى. انا محمد خالد قهوتك وحصان. يوم 27 اكتوبر يوافق صندوق النقد الدولي انه يقرض مصر قرض بتمويل 3 مليار دولار، وبمجرد الموافقه دي الدوله قدرت تجمع مساعدات بحزمه توصل لحوالي 9 مليار دولار، 3 مليار من صندوق النقد الدولي ومليار دولار من صندوق الاستدامه اللي برضه تابع لصندوق النقد الدولي، و5 مليار تانيين تبع دول شريكه ومؤسسات. السؤال هنا بقى، احنا ليه بناخد قرض جديد؟ وهل القروض كترها مقياس للفشل؟ خلينا نفهم واحده واحده كده ونفتح دماغك بالراحه. وخلينا ابدا معاك واقول لك ان فكره الديون اللي احنا واخدينها كلنا كمصريين، الديون اللي كانت موجوده في ترس التاريخ ايام اسماعيل على مصر دي، وان كتر الديون دخلت بقى وعملت لجنه ثنائيه الكلام ده بقاش موجود خالص، بل بالعكس الموضوع تغير تماما دلوقتي. يعني لو خليتك تاخد بصه بسيطه كده على شكل الاقتصاد العالمي الحديث عامل ازاي، وخلينا نبدا باكتر الدول اللي عليها ديون في العالم. يا عم محمد هتسمعني دول واقعه واسامي واقعه، خش في التيل على طول. متاكد ان هي دول واقعه؟ خليني اقول لك بسرعه كده اكتر 8 دول عليها ديون في العالم. رقم 8 بريطانيا، ديونها وصلت لاكتر من 3 تريليون دولار. رقم 7 المانيا، ديونها وصلت لاكتر من 3 تريليون دولار. رقم 6 الهند، ديونها وصلت لاكتر من 3.1 تريليون دولار. رقم 5 ايطاليا، ديونها وصلت لاكتر من 3.1 تريليون دولار. رقم 4 فرنسا، ديونها وصلت لاكتر من 3.3 تريليون دولار. رقم 3 اليابان، ديونها وصلت لاكتر من 12.9 تريليون دولار. رقم 2 الصين، بديون وصلت لاكتر من 15.5 تريليون دولار. ويبقى المركز الاول للوحش الكبير امريكا بعدد ديون فلكيه 31.8 تريليون دولار. وحاجه افكرك كده صديقي، ان التريليون 1000 مليار. دوله زي امريكا مديونه ب 31800 مليار دولار، يعني انت هتلاقي دول محشوره 3 تريليون دولار 3 تريليون دولار، لان التريليون كبير جدا، فالكسور اللي جوه دي لا يستهان بيها، وهي اللي فعلا بترتب ما بين الدول. يكفينا اقول لك ان فرق الديون ما بين فرنسا وايطاليا، الفرق ده لوحده الكسر ده اكبر من ديونك كلها على بعضها. وهنا تسال سؤال منطقي جدا، قال له هي الدول التيره دي كلها بتستلف وتستلف ليه لمؤاخذه؟ دوله صاحبه اكبر اقتصاد موجود في العالم زي امريكا تكون اكتر دوله مديونه في العالم 31800 مليار دولار؟ خليني اقول لك رقم يبين لك قد ايه الرقم ده كبير فشخ، وان كسر الرقم 800 مليار دولار، لو جينا نشوف المشاريع اللي تمت في مصر من 2013 لحد 2022 لحظه تصوير الفيديو ده وما بعدها كمان، يا دوب تعدي نص الرقم ده. كل المشاريع اللي حصلت في مصر في الفتره اللي فاتت دي يا دوب عامله 400 مليار دولار، يعني ما جاش حتى بعد النص الرقم اللي احنا قلناه اللي هو الكسور ده. انت واخد بالك حجم الديون فلكيه ازاي؟ يعني في مننا ما كانش يعرف ان الفلوس دي موجوده في العالم اساسا. طب محمد معلش، الدول دي زنقه نفسها ليه؟ معقول اكبر دول العالم من مصنعين ومنشئين واصحاب تكنولوجيا واصحاب تصنيع كبير جدا مديونين بالارقام الضخمه دي؟ تعالى بقى اقول لك ده بيحصل ليه. الدوله باشا زينا زيها بالظبط، ليها مصروفات حاجات بتصرف فيها فلوس، وليها ايرادات او حاجات بتدخل لها فلوس يعني. وعشان تصرف على نفسها زي تطوير البنيه التحتيه والمشاريع اللي بتبقى بالتكافؤ مع الزياده السكانيه، وتوفير الخدمات عموما زي الخدمات الصحيه والاجتماعيه والتعليميه وغيرها كتير، مصروفات اي دوله عادي جدا. عشان تحصل وتدفع المصروفات دي بقى لازم تجيب فلوسها من الايرادات. الايرادات اللي بتيجي لاي دوله بتيجي من المشاريع الرئائيه بتاعتها او الحاجات اللي تحت ايديها، زي مثلا فرض الرسوم والضرائب، سلع او خدمات بتبيعها زي سلع مثلا الصين او بترول السعوديه والخليج. هون مصادر كتير يعني لا تعد الصراحه. طب لو انت مصروفاتك اكتر من ايراداتك، اللي بتصرفه اكتر من اللي داخل لك، هنا بقى تعمل ايه؟ انا بصرف 120 وبقبض 100 بس، ال 20 دي بجيبها منين؟ لان انت كده عندك حاجه اسمها عجز في الموازنه. مصادر التمويل العجز ده برضه متنوعه، منها مثلا اللي بيقلل انفاقاته وبيحاول يوصل من 120 ل 100 يعني على قد كده، ومنها اللي بيحاول يفرض رسوم وضرائب اكتر عشان يوصل لل 120. وفي بقى القرار الثالث، وده اللي يعتبر احسن بالنسبه للاقتصاديين، وهو الاقتراض. الاقتراض هو خيار مناسب بالنسبه لدول كتير واقتصاديين كتير، لان ده بيبقى فلوس جديده وكتيره داخله السوق، والفلوس دي جديده فبتحرك عجله الاقتصاد وتشغل البلد اكتر، وبتخليك تصرف على مصروفاتك وتطور من نفسك كمان. وطبعا مفيش حد بياخد قرض جديد الا لما يدفع القديم، يعني انت زي ما بتاخد فلوس عشان تصرف برضه بتعمل المشاريع دي، او تاخد فلوسها تصرف برضه من الحاجات اللي انت سلفتها.
عرفتها وهكذا. صدق الله تصدق العالم كله ماشي كده. بيجي عليك حاجه اسمها اقساط الديون، لازم كل شهر او كل ميعاد معين في السنه يعني بتدفع قسط معين على حسب الدوله. وطالما انت شغال والدنيا عندك مستقره والدنيا عندك شغاله وبتجيب فلوس، فمش هيكون عندك مشكله زي باقي الدول اللي احنا قلنا مديونه بالتريليونات دي. هتاخد قرض وتدفع وتجيب غيره وتسدده وتجيب غيره وتسدده وتجيب غيره، وده النظام اللي ماشي بيه كل دول العالم. مفيش دوله ما عليهاش ديون، مفيش دوله ما بتستلفش او ما بتاخدش قروض. حتى دول الخليج اللي اللهم صل على النبي عندها حاجات كتير برضه بتاخد قروض، ولو انها برضه قليله بس برضه بتاخد. الاقتصاد ماشي وناس بتبيع وناس بتشتري وناس بتستلف عادي جدا، وناس بتستثمر في اقتصاديات مديونه وعادي مفيش اي مشكله. بل ان اوقات الديون دي بتبقى صفقات مربحه لمستثمرين بعينها، بيخشوا لعبه كبيره جدا كده بيراهنوا على الديون وبيهبط. احنا ممكن نعمل حلقه اصلا عن الموضوع ده. في حاجه يعني في احداث الاقتصاديه اسمها الاربعاء الاسود حصلت لبريطانيا، وقعت الاسترليني في يوم من الايام بسبب المراهنات دي. حوار كبير جدا سيبنا منه وفي تفاصيل كتير، وانا وانت يعني ما نظنش احنا ممكن نستفيد من حاجه زي كده. ولكن يعني طرق الاستثمار كتير، مش هنغلب الاستثمار في الذهب والاستثمار في الاسهم عموما وصناديق الاستثمار، وده اللي بيوفره لك راعي حلقه النهارده وهي منصه ايفست. شركه ايفست وهي شركه تداول واستثمارات عالميه ومرخصه من اعلى هيئات الرقابه الماليه، تقدر تستثمر وتتداول فيها على اكثر من منتج استثماري زي صناديق الاستثمار واسهم الشركات والذهب والعملات الرقميه وبعموله 0%. ومع تسجيلك دلوقتي من الرابط اللي موجود تحت هتقدر تاخد بونص بيوصل ل 100% على اول اداء، يعني انت اول ما تسجل ال $500 تبقى 1000 وهكذا. وبالاضافه لحساب تجريبي بقيمه $25,000 بيكون مفيد جدا. كل ده هتلاقيه من خلال الروابط الموجوده تحت الفيديو. نكمل. وبرضه خليني اقول لك ان مش كل الدول اللي تقترض حالتها حلو، في دول بتقترض ومضروبه بالجزمه. عندك اليونان مثلا تاني اكتر دوله عليها ديون في العالم، بديون وصلت لحوالي $379 مليار. بس استنى بس يا عم محمد، هو ايه اللي تاني اكبر دوله؟ يعني ازاي انت الرقم انت قايله ده بالمليار ده بالتريليون ازاي؟ لان يا باشا الديون ما بتتقاس بحجمها بالدولار، الديون دايما لازم تقيسها برقم قصادها كده اسمه الجي دي بي او اجمالي الناتج المحلي للدوله دي. يعني اللي بيخلينا نصنف اليونان ان هي تاني اكتر دوله مديونه في العالم، وهي ان احنا لما نبص على الجي دي بي بتاعها او اجمالي الناتج المحلي اللي كل دوله بتصنعه وبتصدره في السنه كلها، كل اللي بتعمله في السنه كلها عامل كام، والديون اللي عليها عامله كام. نسبه ديون اليونان لنسبه الاجمالي الناتج المحلي بتاعتها وصلت ل 177%، الديون بتاعتها اعلى من اجمالي الناتج المحلي ب 177%. اما رقم واحد فمش هتصدق، اكتر اقتصاد مديون في العالم هو الاقتصاد الياباني، بنسبه ديبت او نسبه اقتراض لجي دي بي بتوصل ل 237%. ولا خبراء الاقتصاد دايما بيبص على الاقتصاد الياباني ده ويقولوا هو ايه اللي بيحصل، اقتصاد محدش فاهمه غير اليابانيين نفسهم بجد والله، عندهم كذا حاجه كده محدش فاهم لها اي حاجه، حاجه غريبه جدا والله. المهم ان تيجي في المركز الثالث هنا لبنان بنسبه توصل ل 151%، مع ان قروضها على بعضها ما تجيش مش عارف حوالي كام، رقم قليل، بس احنا بنتكلم هنا ايه نسبه وتناسب. لان انا دايما زي ما قلت لك الدين الخارجي بيتقارن دايما باجمالي الناتج المحلي، هنا تقدر تقارن الرقم بتاعك ده اذا كان هو كبير ولا صغير. وافتكر الكلمه دي لان احنا هنحتاجها كمان شويه، افتكرها. هنا بقى سؤال، هل مصر بتاخد قروض عشان بس تمشي ازماتها الماليه يعني وتمشي نفسها وتعرف تصرف على نفسها؟ في حاله مصر الموضوع مختلف تماما، بالذات من بعد 2013، لان انت من الوقت دي اتوضعت خطه عملاقه للنهضه بالبلد تماما وانشاء كافه المشاريع في كافه يعني انشاء بنيه تحتيه للبلد كلها، لان انت هنا عايز تحول دوله ما عندهاش حتى اي بنيه تحتيه مناسبه لانشاء اي صناعه حديثه وتقريبا عايشه وفلوسها كلها رايحه على البضاعه المستورده لدرجه ان هي حتى مش عارفه تكفي نفسها من البضاعه المستورده دي، مش قادره توفي احتياجاتها يعني. انت بقى عايز تحول الدوله دي لدوله عندها قاعده صناعيه ضخمه وبنيه تحتيه تستحمل اي صناعه ممكن تيجي من بره، وتكون جذابه استثماريا وتنافس باقي الدول العالم اللي انت تستقطب المستثمرين. انت عارف هنا انت عايز تعمل ايه؟ انت حرفيا هنا انت بتخطط تخش وسط وحوش دول عتاوله شغالين زي الصين والهند بقالهم اكتر من 35 سنه، وعندهم مستوى من التكنولوجيا والتصنيع والعماله الرخيصه واجتذاب الاستثمارات رهيب. معلش يعني انت جاي تنافسهم ودلوقتي وهم عمالقه كده؟ ده يكاد يكون مستحيل، لدرجه ان الانظمه السابقه رفضت اصلا تعمل كده لان الموضوع هياخد وقت ومجهود كبير جدا، والشعب نفسه مش هيكون موافق بنسبه 100% على اللي هيحصل ده لانه هيدفع كتير، لدرجه ان في خطط تنميه تتنفذ دلوقتي كانت موضوعه من اكتر من 20 و30 سنه من كتر ما هي فعاله بس ما كانتش بتتنفذ، زي مثلا فكره العاصمه الاداريه. فكره العاصمه الاداريه موجوده من ايام يعني السادات وممكن نقول كمان عبد الناصر، لان ببساطه صديقي وبالعقل كده القاهره حرفيا باظت من جنبها. الكثافه السكانيه اللي موجوده في القاهره مش موجوده تقريبا في اي حته في العالم، او يعني بتنافس في اعلى واكثر المدن اللي فيها زحمه في العالم كله. كثافه سكانيه بتوصل للكيلومتر الواحد ممكن يسكن فيه اكتر من 153,000 نسمه، النسبه دي يعني مفيش زيها في العالم تقريبا. فانت منطقيا كده لازم تقلل شويه البشر دول وتوزعهم في حته ثانيه. من ابسط الاختيارات هي العاصمه الاداريه دي، وده كده بند من البنود. هي العاصمه الاداريه دي عايزين حلقه لوحدها برضه. شوف انا بعمل لك حلقه الديون ازاي، اعمل انت اشتراك وانا ليا عليها حلقات مالكش دعوه. وغير العاصمه الاداريه مشاريع كتير بتتنفذ دلوقتي، وعلى فكره عشان تبقى فاهم المشاريع دي مش بقى انجاز وحاجه ضخمه وبتاع، لا ده احتياج، الحاجه دي كانت لازم تكون موجوده عشان نعرف نعيش في المستقبل، لو مش موجوده مش هنعرف نكمل حياتنا. لك ان تتخيل ان مستوى التطوير في البنيه التحتيه على مستوى مصر عموما ما حصلش من ايام محمد علي يا مؤمن، وانا هنا بتكلم على المستوى اللي هو انت قد ايه بتطور في كم مجال على مستوى الدوله كلها، مش هنبالغ لو قلت انت
بتحاول تبني مصر من جديد. وزي ما قلنا من شويه، عشان تقدر البلد تبني بنيه تحتيه قويه، فمش هتعرف تتحصل بس على الايرادات اللي بتجيلها من الدوله، لازم تقترض. وفي حاله مصر انت هنا عندك خطه مرعبه، فانت هتستلف وتاخد قروض وتحصل سيوله اكتر من اي وقت فات، لان انت عايز تعمل حاجه ما عملتهاش في حياتك قبل كده. وده اللي خلى الدين الخارجي على مصر يقفز من 34 مليار دولار في 2011 لاكتر من 157 مليار دولار في 2022، وممكن اكتر كمان. السؤال هنا بقى، هل الرقم ده كبير؟ والحقيقه ان الرقم ده اقتصاديا مش كبير، وانا هنا مش بقارن بالديون اللي موجوده للدول العظمى، لا دي بره خالص، الناس دي في ارقام فلكيه، اوعى تقارن نفسك بيهم، لان الناس دي بتنتج وبتصدر بانتاج قريب جدا من اجمالي الناتج المحلي بتاعها. لا ممكن والله، ممكن الديون بتاعتهم تبقى اكتر كمان، لدرجه ان رجال الاعمال والمستثمرين بيطلعوا ويجروا يشتروا السندات اللي بتطلعها الدوله. السندات دي زي الوثيقه يعني، اللي انا بديها لك وانت تديني فلوس، فانت كده بتسلفني يعني، وباجي اديك الفلوس دي بعد كده بحوالي بقى على حسب الفايده. يعني زي الولايات المتحده مثلا، كانت ايام ما ترفع الفايده كانت بتدي مثلا 1-1.5، مع ان انت ممكن تشوف ان دي فايده قليله جدا، بس لان الطلب عليها عالي لانها مضمونه. مين مش هيضمن الاقتصاد الامريكي؟ دول هم اللي بيبيعوا الدولار يابا، فانت كده كده فلوسك جايه لك، فعشان كده كانوا بيقللوا الفايده جدا. على عكس دول ثانيه المخاطره فيها عاليه، لا مش مضمونه 100%، فبيرفعوا الفايده، زي مصر مثلا وتركيا مثلا. فهنا احنا بنقول يا سعد ويا هناء اللي يسلف الدول الضخمه دي، وده اللي بيخلي عندها فائض كبير جدا في الديون اللي هي عماله تاخدها. دين عملاق، وبكرر الرقم ثاني لانه ضخم، لا ركز معايا، بقول لك 31.8 تريليون دولار. بجد والله جت عليا فتره اول ما سمعت الرقم ده، هي الفلوس دي موجوده في العالم عادي؟ ولان اقتصاديا الرقم ده مش كبير قوي بالنسبه لامريكا، لان اجمالي الناتج المحلي او الجي دي بي بتاع امريكا حوالي 23 تريليون دولار. إيه لا 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 ثواني، يعني الديون بتاعت امريكا اكبر من اجمالي الناتج المحلي بتاعها؟ ايوه زي ما انت سمعت كده. ومع ذلك مفيش مشكله، لان ببساطه الاقتصاد شغال، فالدنيا الناس بتاخد فلوسها والحركه شغاله، مفيش مشكله. ودي كده امريكا والدول المتقدمه. تعال بقى ناخد مصر حبيبتنا كده، ونشوف اجمالي الناتج المحلي عامل كام قصاد الديون المصريه. الدين العام زي ما احنا قلنا حوالي 157 مليار دولار، اما اجمالي الناتج المحلي المصري وصل في السنه اللي فاتت ل 404.1 مليار دولار. يعني ايه ده بقى؟ يعني يا باشا ديونك اللي عليك عامله 32% من اجمالي الناتج المحلي اللي انت بتطلعه، وده حسب التصريح اللي قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لما طلع واتكلم على الديون. قال يا جماعه احنا ما عندناش مشكله، لان اجمالي الناتج المحلي اكبر من الديون اللي انت بتصنعه وبتكبره وبيجيب لك فلوس والدنيا وحركه النقل شغاله اكبر من الديون بتاعتك، فمفيش مشكله. يا راجل ده امريكا الديون بتاعتها اكتر من اجمالي الناتج المحلي وبرضه مفيش مشكله. وانا هنا مش بقارن، انا بس بديك مثال، لان احنا مش شبههم خالص. طب سؤال بقى محمد، هل احنا بندفع الديون دي ولا بنراكمها؟ البنك المركزي اعلن انه دفع في النص الاول من 2022 ديون بقدر حوالي 24 مليار دولار. معلش بس ركز في الرقم تاني كده، انت قلت ايه؟ اصل انا ما بحبش ارمي لك ارقام وخلاص، لا لازم اقارن لك الرقم ده كبير وصغير قد ايه. 24 مليار دولار في 6 شهور. انت لو تفتكر في 2011 ديونك كلها كانت على بعضها عامله كام؟ 4 يا سيدي 35 مليار دولار. يعني انت دلوقتي في سنه قادر تدفع اكتر من الديون اللي كانت موجوده عليك زمان. نتكلم في حوالي مثلا قول يا سيدي 48 مليار دولار. السؤال هنا بقى، ال 24 مليار دولار انت جبتهم منين؟ هل استلفت تاني وعوضت يعني زي ما كان بيقول وزير الماليه محمد معيط؟ وعشان تبقوا فاهمين بس يا جماعه، الراجل قال اقتصاديا اللي هو قاله ده صح مش غلط، عشان كده لما اجي بعمل حلقه اقتصاديه بتعب جدا عشان في حاجات كتير قوي لازم اكون واخد بالي منها، ومع ذلك برضو بيكون في نسبه خطا عادي بشر يعني. والحقيقه صديقي لا انت ما استلفتش الفلوس دي، دي فلوس المشاريع اللي انت عملتها واوريدي بتجيب لك فلوس، ان هي برضو بتعمل لك ارباح، فانت من خلالها بتعرف تدفع ارباح وتجيب ديون تاني وتعمر وتعمل مشاريع تانيه وهكذا، ويبقى زيك زي اي دوله في العالم بتحاول تحقق تنميه. وعشان بس تبقى فاهم، الدوله مش بتصحى اول يوم الصبح كده انا هاخد قرض النهارده، القرار ده بيكون قبل التفكير فيه بيكون في كميه دراسات جدوى بتتعمل، وانت لازم تكون عارف انت هتاخد كام وهتحطهم في مشروع ايه والمشروع ده هيتعمل امتى وهيجيب لي قد ايه وعلى مدار كام سنه، وبتاخد كل الورق ده وبتوديه للجهه اللي انت هتستلف منها. ومن مصادر قروض الدوله المصريه وهو صندوق النقد الدولي. وهنا بقى وقفه، ليه الحكومه المصريه بتلجا لصندوق النقد الدولي؟ لدرجه ان مصر تاني اكتر دوله ليها ديون لصندوق النقد الدولي بحوالي 17 مليار دولار وممكن توصل ل 20 دلوقتي. اشمعنى بقى الصندوق ده؟ عشان تاخد قرض من صندوق النقد الدولي دي حاجه مش سهله خالص، بالعكس لازم يكون اقتصادك قوي وموثوق وعندك نسبه نمو محترمه وعندك كمان تصنيف ائتماني كويس. لا معلش ايه بقى حوار التصنيف الائتماني ده؟ بص يا سيدي، في حاجه في العالم كده اسمها وكالات التصنيف الائتماني. من كتر ما بقى في دول بتستلف كتير جدا في العالم، بقى في مؤسسات شغلتها بتقيم الدوله دي الديون اللي عليها مقارنه باللي هي عايز تستلف او مقارنه بحركه الاقتصاد فيها عامل ازاي، وتبدا تصنف بقى. عندنا ثلاث وكالات اساسيه، عندنا مودي وستاندرد اند بورز وفيتش، هم دول اللي بيصنفوك وبيدوك تقدير ائتماني معين وبيدوا لك حاجه اسمها جدار ائتمانيه عند مستوى معين. لو خدنا مثلا مثال ستاندرد اند بورز، التصنيف بتاعها بيبتدي من دبل اي والحد دي. دبل اي يعني انت جامد جدا زي مثلا امريكا وكندا، ودي لا والله ده لا الدول اللي ما بتدفعش حاجه مفلسه خالص. التصنيف المصري هنا هو واقف عند بي، تصنيف متوسط. معناه ايه؟ معناه ان الظروف الاقتصاديه في البلد دي متغيره وعندها جزء من المخاطره، ولكن برضو مش بتتخلف عن سداد ديونها. لان انت هنا عشان تبقى فاهم حاجه، ممكن تقترض براحتك، بس لو تخلفت
عن قسط دين واحد هتتفضح في العالم كله. بص مهما الديون المصريه وصلت كام تقلق بس لما تتخلف عن سداد دين معين في قسط معين. غير كده شكليات صندوق النقد الدولي بقى عشان يوافق يديك قرض بيبص على حاجات كتيره جدا. بيبقى عامل زي البنك الاهلي كده. المستثمرين عارفين انت عشان تاخد قرض من البنك الاهلي عشان تاخد قرض تمويل يعني بيبقى الموضوع متعب جدا. وطالما انت عرفت تاخد قرض من البنك الاهلي بقيه البنوك هتسلفك عالي لان هو بيقعد يبص لك ويفحصك جامد كده ويشوفك وشك وظهرك كده بعد كده يقول اه لا انت كويس. فالباقي بيكون خلاص اللي هو ده اتفشخ خلاص. فاللي هو اعطيه مال اعطيه. نفس الكلام هنا صندوق النقد الدولي بياخد الدوله وبيقعد يفحصها كده وطالما واقف ان هو يديها فلوس يبقى الدوله دي هتدفع الفلوس دي والدوله دي موثوقه وتقدر بقيه الدول الثانيه والمستثمرين يقدروا يسلفوها. وده نفس اللي حصل بالظبط من 27 اكتوبر. مصر يا دوب خدت 3 مليار من صندوق النقد الدولي وخدت ضعفينهم من مؤسسات ثانيه. 3 من هنا و6 من هنا بقى اجمالي 9 مليار دولار. طب يا عم محمد طالما انت الدنيا ماشيه عندك تمام والاقتصاد كويس زي ما انت بتقول كده بتستلف ليه تاني؟ لان يا صديقي مش عارف انت واخد بالك ولا لا احنا في ازمه اقتصاديه والله وطالع عنا. انت مش شايف جنيه بيعيط في كورنر هناك ازاي؟ الاقتصاد المصري بيعاني من حاجه اسمها التضخم الخارجي. ان السلع اللي انت بتستوردها وجايه لك من بره لان انت برضو اقتصاد ما زلت بتستورد اكتر ما بتصدر. وعلى فكره دي مش عيب طالما انت معاك الفلوس اللي انت هتعرف تستورد بيها مفيش مشكله. امريكا نفسها يعني اللي بتستورده اكتر ما بتصدره كنا قلنا كده في الحلقه اللي فاتت. المشكله بقى ان التضخم ده خلى الحاجه اللي انت كنت بتستوردها من بره بدولار بقت بدولار ونص واتنين وده اللي بيشكل عبء اكتر على الاحتياطي النقدي اللي عندك. وده التضخم اللي عمال يزيد قوي بسبب الحرب واليمين دول وعدم الاستقرار خلى البلد تقفل على نفسها وتقفل الاستيراد مؤقتا. ليه؟ عشان احافظ على الاحتياطي النقدي ده ما يهربش. ويوم 27 اكتوبر اللي فات وتوافق خلاص ان في سيوله جايه على مدار الكام سنه اللي جايين الحكومه برده بدات تفتح الاستيراد واحده واحده برده مش زي الاول بس بدات تفتح. ليه؟ لان ما في سيوله جايه. السيوله اللي هتفك ازمه دلوقتي لحد ما المشاريع اللي عندك اللي انت اصلا عارف انت هتجيب ارباح تشتغل. السيوله دي زي ما انا قلت لك حل لازمه حرجه العالم كله بيمر بيها والاقتراض هنا بيكون بالتوازي مع اعمال ثانيه انت بتعملها زي برده رفع الرسوم وضرايب والحاجات من دي وتخفيض نفقات لان الازمه شديده جدا ومش هتقدر تعتمد على مصدر واحد بس لازم تنوع ما بين المصادر عشان ما تبقاش دوله زي اليونان ولبنان وبقيه الدول دي اللي هي متعثره جدا. لا جدا بس معلش انا يا محمد ما انت وافقت برضو على شروط صندوق النقد الدولي ويعني ونزلت الجنيه وخليته بالمنظر ده. انا صديقي اغلب قرارات الصندوق ده نوعا ما كويسه مش وحشه وانا هنا بقول ان اغلب القرارات مش كل القرارات وعشان تبقى فاهم الحكومه المصريه برضو مش بتنفذ القرارات دي 100% لا برضو يعني ها حاجات كده وحاجات كده. المغزى هنا صديقي اللي انا حابب افهمك الدنيا من حواليك عامله ازاي وبحاول دايما اوصل لك المعلومه كامله لان في ناس من سنين شغلتها ان كل ما الحكومه تاخد قرض يقول لك شايف الدين عامل ازاي شايف الدين وصل ازاي. ما انت عمرك ما قلت له ان الدين ده بيتقارن بحاجه اسمها الجي دي بي. عمرك ما قلت له ان في حاجه اسمها جي دي بي اساسا. شغلتي هنا ان انا اسلط لك الضوء على المعلومه بشكل كامل عشان تعرف تحكم من بعدها لان الحكم ده بتاعك انا عليا المعلومه وبس. وانت عليك الاشتراك يعني اشترك في القناه اشترك في القناه ولو انت مهتم بالاستثمار والتداول فلينكات ايفست موجوده تحت وبس كده سلام.